صفحة 152، سؤال الثامن. 152، سؤال الثامن. أتحفونا. هلا مين أصغر واحد؟ مين أكبر واحد من هدول الأحرف؟ اي اي ناقص بي عم يطلع سي، برجع السي بطرح منه دي بيطلع دي، برجع هلا هون معناتها اي وبي وسي مين اكبر شيء؟ الاي. اي طرحت منه بي ورجعت طرحت من ناتج دي ورجع صفي معي دي. فهلا اول شيء السي هو 2 دي تمام؟ من هي. والاي هو سي زائد بي. والبي دي زائد 3 بدلالة مين بدي اعملهم؟ سي اذا حطيت بدالها 2 دي فهاي هاي بنعوضها هون وكمان البي بنعوضها ف السي بدالها 2 دي هي 2 دي وزائد دي زائد 3 بيطلع 3 بدي زائد 1 تمام؟ تمام؟ هلا اي 3 خليها على حالها 3 دي زائد 3 ف 3 دي زائد 3 وناقص 3 دي الناتج 3. تمام يا سادة؟ سؤال شو قلتي 9؟ 11. M ناقص R N بنرجع K ناقص R M معناتها مين أكبر واحد؟ الكي. كي بيساوي R زائد M والM بيساوي R زائد N. طيب الكي معناتها إذا بي ممكن أجيب الـ M زائد R زائد N وأنا عندي إنه الـ R مربع بيساوي N ف 2 R زائد R مربع هذا كله مين لسه ال K فإذا حطيتها والM هي R زائد N يعني R زائد R مربع والN هي R مربع راح أعوضهم هون كلهم ال K 2 R زائد R مربع ناقص الM R وناقص R مربع والN طيب هدول راحوا و 2 R ناقص R R وحدة و R مربع R زائد R مربع طيب ما في عندي هيك جواب بس R مربع شو هو؟ R زائد N طيب R زائد N مين هي؟ M شو ام؟ يلا غيروا الخطة شو الجواب؟ لو عوضنا الاي من الناحيه مكان ام هلا في شغله نحن نسيناها انه ان يعني بتساوي ار مربع الان يا واحد يا اثنين يا ثلاثه الار عفوا ايه الار يا اما واحد او اثنين او ثلاثه مستحيل غير هيك مشان يطلع الان ضمن التسعه غير ممكن لانه وقتنا بصير ان تسعه فإذا يبقى اثنين واحد اثنين
إذا كان 3 فراح يصير 9 فالام ما بتزبط فضل 1 أو 2 بقى 2 فإذا كان 2 بيطلع هاد 4 ولحظة 2 ف 2 4 بيطلع هاد 6 والكي لحظة نشوف الكي بدها تأثر كي و2 6 و2 8 فتمام بيزبط الستة طيب نجرب الواحد إذا كان R واحد بيطلع N كمان واحد ما بيزبط ما بيزبط بالتالي الاثنين طيب هذا كل هذا الحكي زيادة إبراهيم عم يزورنا فراح نعيد الحل الحل كما يلي R مربع بيساوي N فلحتى تكون ال N ضمن التسعة فلازم تكون R أما واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط لأنه أربعة بيكون صار مرتبتين فأول شيء الواحد ما بيزبط لأنه إذا صار واحد مربع واحد صار عددين متساويين خلصنا منه الاثنين والثلاثة هلا بدنا ننفي الثلاثة ليش الثلاثة لا لأن إذا صار ثلاثة فبالتالي N بصير تسعة فأنا شلون فرق عددين تسعة يعني واحد منهم أكثر من تسعة إذن بالتالي كمان هاد لا فضل R تساوي اثنين هلا إذا R اثنين معناتها N أربعة هاي اثنين وهاي أربعة معناتها ال M ستة هلا إذا M ستة و R اثنين فكمل K ثمانية هلا ثمانية ناقص ستة زائد أربعة يساوي ستة تمام سؤال غيره 12 يعني A زائد B زائد C تساوي 24 A زائد B زائد C 24 ليش؟ لأنه مكررة مرة تانية هون طلع 6 فإذا جايين من اليد 2 مرتين كل مرة فA زائد B زائد C 24 هلا عم يقول لي A أصغر من B وأصغر من C شو بستفيد من هاي المعلومة؟ هلا بدي ثلاث أعداد يكون مجموعهم 24 فشو هن؟ قسم على ثلاثة أول شيء 8 ف فقصدي إنه إذا قسمت على مشان 24 على 3 8 فهن إذا ناقص واحد زائد زود واحد ف 8 و9 لا مو 8 7 9 7 و8 9 طب ليه ما قلتش ارقام ثانيه ليه مش 4 و9 10 4 9 10 ما بصير 10 ليه 10 منزلتين فاعلى شيء عندي بحسين 9 هنقول اقل ايه مثلا 100 على الشيء او اقل حاجه او اقل شيء المفروض ان احنا طب انا ممكن اقول اقل مثلا ممكن اقول 6 دي مثلا 8 دي 8 لا ما هلا اخذت انا اعلى الاعداد ما في عندي اكثر من 7 و8 و9 ما بس يكرر لا مو اعلى شيء انا ما عم اقول اعلى شيء بس انا يعني هدول انا اخذت اعلى شيء لحتى طلع 24 بالتالي انا ما بقى عندي خيارات فأ سبعة